الشتاء. طيب احنا دلوقتي معانا مداخله تليفونيه من المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس اداره شعبه خدمات النقل الدولي. اهلا اهلا وسهلا باشمهندس، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. باشمهندس احنا معانا دراسه اصدرتها شعبه خدمات النقل الدولي برئاسه حضرتك، دراسه تاثير زياده الوقود على تكلفه النقل البري للحاويات والبضائع في نوفمبر 2016. نحب ناخد من حضرتك فكره عن الاسباب التي ادت الى اصدار هذه الدراسه. اولا خلينا اهنيك بدايه بالبرنامج ودعائي ليك بالتوفيق المستمر ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. نمرة اثنين برضه اتوجه بالشكر للحكومه على القرارات الجريئه اللي اخذتها فيما يخص تحديد سعر الصرف اللي اخذتها الاسبوع اللي فات، وده طبعا جرأه من الحكومه، وان هنجد صدى جامد من خلال ان الاقتصاد المصري هيصبح ليه شأن ان شاء الله. ان شاء الله. لان العالم كله متفائل بمناسبة الإصلاح المالي والنقدي اللي حصل مؤخرا، لأن ده بيمثل عملية عرض وطلب حقيقي، هيؤدي برضو عشان الناس تعرف أوتوماتيك، هيؤدي لتشييد استهلاك، هيؤدي إلى تقليل الواردات، وهيبقى الكلام ده على حساب التصدير، زيادة التصدير والإنتاج المحلي. أما فيما يخص الدراسة اللي قلنا بعملها بمجموعة متخصصة في مجال النقل البري في الشعبة، طبعا الدراسة دي دراسة عادية، يعني أي حد ممكن يقوم بيها، مش شرط إن الشعبة تقوم بيها، ولكن عشان إحنا عندنا مجموعة من الأعضاء عندهم نشاط النقل البري، فعندهم الأرقام والإحصائيات الخاصة بالوحدات الخاصة بيهم، فبتبقى أسهل لنا إن إحنا ناخد البيانات منها. مفيش شك إن العناصر قد تختلف من شركه لاخرى، ولكن هناك عناصر طبعا بنتفق عليها كلها زي ما قال الضيوف الاعزاء، من خلال الاجور ومصاريف السولر والكاوتش وقطع الغيار والصيانه والاصلاح والتامين والزيت والتشحيم، وما ننساش بقى التكلفه الرئيسيه اللي هي تعتبر كبيره اللي هي استهلاك الوحده نفسها. ده الحقيقه ده حقيقه يا باشمهندس، انا كنت عايز يعني استوضح من حضرتك هذه النقطه، يعني الدراسة شملت على كافة بنود وعناصر التي تتحملها شركات النقل، وقارنت بين الأرقام دي قبل وبعد الزيادة، لكن لفت نظري استهلاك الراس. استهلاك الراس يا جماعة اللي هو السيارة النقل دي بتتكون من شقين، القاطرة والمقطورة، العربية الراس اللي هي السيارة نفسها والديل. باشمهندس المفروض ان او الطبيعي ان الراس ده اصل موجود عندي، يعني انا لو النهارده انا عندي 10 سيارات شاريهم ب 10,000 جنيه مثلا، فخلاص هي دي عندي، لو زاد اليورو او الدولار او ايا كان العمله مش هيزيد استهلاكهم، انا خلاص دي عندي مشتراه، لكن هيزيد استهلاك في ما يتم شرائه فيما بعد، فاحنا ليه حطيناه وزيادته 100%؟ يعني احنا قلنا استهلاك قبل كام؟ 0.75، بعد الزياده 1.5، ده احب استوضح من حضرتك. هو ببساطه شديده، يعني هي مصلحه الضرايب عملت اهلاك الاصول المتحركه اللي زي العربيات على 5 سنين، ده معناه ان انت بعد 5 سنين بتضطر ان انت تغير المعادله دي، بتبيعها وبيتاخد عليها ضريبه راسماليه، يعني لان قيمتها بتبقى دفتريه صفر. تمام. وبتضطر تجيب معده ثانيه عشان تقدر توصل العمل، انما انت لو خليت المعده الى ما لا نهايه ما ينفعش، هتقفل الشركه ومش هتقدر تقدم الخدمات وجوده الخدمات المنتظره، وهتحصل الحوادث اللي بنشوفها في الطرق والحاجات اللي حضرتك طبعا كلنا بنشتكي منها. فهو عناصر التكلفه دي زي ما انا قلت لحضرتك يعني تختلف من حد لتاني، ولكن هناك عناصر ما حدش يقدر ينكر ان العناصر دي زادت. انا كرأيي بمثل شعب خدمات النقل الدولي عارف حقوقي وواجباتي، ما اقدرش اقول لك الزياده قد ايه بالظبط، يعني انا اقدر اقول لك في شركتي قد ايه، انما انا ما اقدرش اتكلم باسم قطاع معين واقول النسبه قد ايه، وخصوصا ان تكلفتي قد تختلف عن تكلفه الاخرين، ولكن هناك زياده، طبعا هناك زياده، كل قطاع وكل شركه تعرف تكلفتها قد ايه، ودي حاجه بسيطه زي ما قلت لحضرتك اي حد ممكن يعملها. بس انا احب اذكر حد بنقطه، بان قانون حمايه المنافسه ومنع الاحتكار يمنعني ان انا وزمايلي ان احنا نقول احنا هنعمل، يعني الوثيقه مع احترامي الوثيقه لتراضي الزملاء دي وثيقه برضه لابد ان احنا ناخد بالنا ان احنا
كسوق حر، فما نقدرش ان احنا نتفق نقول هنزود. ده اللي كنت بناقش فيه الضيوف الاعزاء ان مثل هذه الممارسات يعني طبعا التاريخ. هم حرين كل واحد يقول قد ايه، واحنا بنعرفين دورنا تماما وعارفين اللي لينا واللي علينا، واحنا بنشتغل كشعبه. تمام. في سؤال تاني، في سؤال يا باشمهندس تاني معلش بيطرح نفسه ويهمني اساله لحضرتك، بما ان حضرتك تمثل الشعبه، زودنا الاسعار او الاسعار الصدور زادت، زاد تاني يوم النقل او اسعار النقل، طيب ماذا عن تنظيم وهيكله هذا القطاع؟ يعني ماذا عن السرقات المتتاليه؟ وحضرتك ادرى مني بذلك ان يعني اي حد دلوقتي عفر في التعبير، اي حد معاه مبلغ بينزل يجيب عربيه نقل وياخد فيها بضاعه ويسرقها، ويعني عفر في التعبير خراب بيوت الناس. فاحنا تحركنا بسرعه شديده جدا في زياده الاسعار، ماذا عن حمايه المصدر وحمايه المستهلك في حمايته من السرقات التي تتعرض لها النقل؟ لا دكتور معلش انا بعد اذن انا بحافظ على الحركه اللي قلته على مجال النقل زي مجال فيه ناس كويسين وفي ناس وحشين، فانا بتحافظ. احنا الناس اعضاء الشعب عندنا اللي بيمارسوا نشاط من كبرى الشركات. انا لا لا انا لا اقصد اعضاء الشعب، لا ما كمل حقك كمل حقك. شركاتهم مؤمن عليها، السواقين متامن عليهم، البضاعه متامن عليها. احنا عندنا في الشعبه بنجبر الاعضاء ان هم يشاركوا من خلال تامين مسؤوليه. فاحنا نسال عن الاعضاء اللي بينتموا للشعبه، لا احنا اعضائنا لو حد فيهم عمل حاجه. لا طبعا مش الاعضاء، لا الكلام طبعا عفوا. انا فينا غير الاعضاء، غير الاعضاء قطاع النقل بصفه عامه. في قطاع النقل طبعا احنا نعلم تماما انه قطاع رئيسي، والدوله مش هتتقدم في كاقتصاد كتصدير غير لو هذا العنصر تم علاجه. الدولة زي ما هي في ايديها ان هي تصلح هذا القطاع، هي برضو بعض احيان بتكون سبب في تدهور هذا القطاع وزيادة الاعباء. ففي الوقت اللي احنا بنتكلم على الزيادات قد لا ترضي البعض، سواء كانت 50% 40% 30%، اللي حضرتك مهما استغلتها. انا عايز اقول لحضرتك النقله اللي حضرتك قالوا الزملاء عليها، نقلة 6 اكتوبر اللي ب 1800 جنيه، انت بتتكلم على 100 دولار. يعني حضرتك لو هتاخد تاكسي من الفندق في هولندا للمطار هتدفع 70 80 يورو. مش في هولندا يا باشمهندس. باشمهندس مدحت القاضي رئيس مجلس اداره شعبه خدمات النقل الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.